كان السلف الصالح رضي الله عنهم عبادتهم ليست موسمية ولا وقتية ولا مزاجية، وإنما كانوا يعبدون الله تعالى على الدوام، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لكنهم يزدادون عملا في شهر رمضان، ويجعلون من شهر رمضان نقطة انطلاق للاصطلاح مع بقية الطاعات والعبادات التي تكاسلوا عنها. لا كما هي أحوالنا من الناس من لا يعرف قراءة القرآن إلا في رمضان، فإذا انتهى رمضان أغلق القرآن وقال وداعا إلى رمضان القادم. من الناس من لا يعرف قيام الليل إلا في رمضان، حتى إذا أدبر رمضان قال إلى رمضان القادم. من الناس من لا يعرف الجود والصدق والإحسان إلا في رمضان، حتى إذا ذهب رمضان جفت مشاعره ويبست يده عن العطاء وعن الإنفاق. من الناس من لا يعرف المحافظة على صلاة الفريضة إلا في رمضان، حتى إذا ولى رمضان ذهب وعاد إلى الكسل والدعة والتساهل، نسأل الله العافية والسلام. كان السلف الصالح ينطلقون من رمضان لمحاسبة أنفسهم على تقصيرهم في الطاعات والعبادات، ولذلك رمضان مظلة يستظل بها أهل الإيمان، فيخرجون منها بأعمال صالحة يرجون ما عند الله رب العالمين. ولذلك إخواني وأخواتي، هذا الشهر شهر عظيم وموسم كريم وضيف عزيز، أيامه معدودات تمر سريعا وتنقضي سريعا، فالله الله باهتبال هذه الفرصة واستغلال هذه النعمة من الله جل وعلا.